رياضة 3 تكفيني 25 سنة معك تمام فلوسك هذه بدل ما تحطها في سيارة حطها باستثمار. عليك الآن شوف مهرجان البلكير اني اقف الملايين طيب ورا ما تزيد فلوسك لين تصل 200 تصل 250 تدفع شوي معك انت انت لين تصل انا اقول لك طق لك ناقه 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 عليها الكلام وحده هي ناقه وحده وحده هي 200000 واقف من عندها لا 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 طقها طال عمرك ويكون من النياق المزين ونجيب لنا فحل وانا ادور هالفحل. ها انت ليش شايل هم الفحل؟ يجي الفحل طيب شو اسمه؟ بعدها الفحل والله صحيح يا ابوي من رد لي 200 تضمنها؟ شوف في ضمان انه ما كان فرثة حليبه في الوادي يا ويلي اخذت الناقة يصير عندك خيرين اي تصير حق انتاج انت تطش الحوار الذهبي تنزل هو الذهبي يجيب انا والله الناقة الناقة تجيب ناقتك انت تجيب الحوار الذهبي وش الحوار الذهبي؟ مزيون المزيون انا اعرف حظي طلع مخور لا 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 اعطني خيار ثاني خيار ثاني انك تاخذ لك ناقه ناقه بدون انتاج تشا ايه 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 وتشارك بالفردي يا ابو ياض بالفردي اي فردي وغيره تشارك وانت في المنصه في المنصه شوف يا متعدد تقطع من المنصه طيب كان قطعت للجمهور ها تهبد الاثنين وماتوا طلعت الناقه مع عقل صح تقط معي يا اخوي انت تفكر دائما بالحاجه السيئه ما تدري طيب انا صادق وهذه ناقه ناقه يا ابو يزيد في لجنه في مقيمين انا ابغى مقيم اهم شيء مقيم مقيم مخر يمكن على عقل صح تعدم لها شو اسمه تقطع قدامك المنصه يا ابو ياض ها وين جالس تشوف ناقتك قدام ولا قربت من المنصه وانا مستانس من بزافه ثم راحت لها ومسلم معه ورعانه ها لا تضحك تنكبر انت خلي الايام الايام اللي يجيب الجمس اما طول عمرك اشتري ناقه وانا ما اعرف معقوليتها الناس هذه تشارك شلون لازم ما يعرفون انت دخلتني في النياقه يا ابو فجاه صحيح يضحك والله العظيم لازم انك تجرب حظك يا اخي حظي اعرفه ناقه تقول ذهبيه كيف مولود؟ انا يمكن اطلع بعين واحده مولود ما المولود له